اهلا يا استاذ صلبي. انت ما جبتش بنتك ليه تشتغل في المشغل بدل قعدتها في البيت زي كوم الهم؟ قور من وشي يا حزين يا ابن الحزين. اهدم ده اتفقنا يا استاذ سكر كده برضه تصغرني قدام الحاج. واحنا اتفقنا عليه يا طلبي. قلت لي انك اول ما تيجي البلد هتبيع البيت للحاج. انا قلت لك لما هنزل البلد هرد عليك، وادي الرد بتاعي. انت كده بتشعللها نار، الحاج مش هيسكت. اعلى ما بخيله وركبه. ما تمشيش دماغك يا صوب. سكر سكر حاف كده رشوان. امرني يا باشا. شيل الزباله دي من قدامي. عالم استنى بس يا استاذ رشوان. ماشي يا ابن زبيدي. بقول لك ايه يا حاج، سعد اخويا اشترى شويه بضاعه من الصين والكونتينر يعني هيوصل بعد اسبوع. يا الف نهار ابيض، كويس انه فلح في حاجه. كله بحسك يا حاج، انت الخير والبركه. بقول لك ايه، اسمع يا نهار، انا في مخي مليون مشكله، عاوزه تقولي ايه من الاخر؟ عايزينك تكلم لنا حد في الجمارك. حد قالك ان البلد دي الوسيه اللي ورثتها عن ابويا؟ هو انت شويه يا حاج، ده انت سيادتي النايم. نوره مالك يا حبيبتي؟ مفيش يا ماما. قلت ايه يا حاج، هتكلم لنا حد في الجمارك؟ روحي شوفي نوره بنتك مالها. مالك يا حبيبة أمك؟ شكلك مش عاجبني. أنا قابلت سكر. بتتكلمي بجد يا نورة؟ أيوة. طب ما جبتهوش معاكي يتغدى معانا ليه؟ أصله مش فاضي، بيتفسح في البلد مع خطيبته. بيتفسح مع مين؟ في إيه يا طلبة؟ أنت كنت متعفر ولا إيه؟ الواد سكر هنا في البلد. إيه؟ وخلصت معاه؟ ده هو اللي خلص عليا ابن زبيدة. عمل بيته مشغل واشترى حته ارض وناوي يعملها مركز طبي. اللي انت شكله ناوي يطيرك من المجلس الموقر يا حاج. يعني ايه؟ كنت بتلبسني الهمه وتقول لي حط في بطنك بطيخه صيفي، كنت بتيمني وبتقول لي ان واحد هيجي البلد وهيبيع لك البيت. هو اللي قال لي كده يا حاج. بقى حته عيل زي ده يضحك عليك ويضحك البلد عليا؟ لا يا حاج، المهم اللي يضحك في الاخر. انا طلبة السرجاوي وانت عارفني لما احط حد في دماغي. اسمع يا طلبه، انت ما عادش ليك عازه، بقيت زي خير الحكومه. يعني ايه يا حاج؟ هي اخره خدمه الغز علقه؟ مش عايز رغي كتير. انت تسلم مفاتيح المضرب، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. لا يا حاج، مش بالسهوله دي، ده انا برضه طلبه خدامك وكاتم اسرارك، مش كده ولا ايه؟ انت بتهددني يا يالا؟ اخرج بره.